السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلبية لنداء المرجعية العليا في النجف الأشرف المتمثلة بسماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف، تتواصل حملات جمع التبرعات والإعانات الإنسانية المختلفة من مختلف الفعاليات الدينية والمجتمعية العراقية لمصلحة الشعب اللبناني الذي ما زال يتعرض للمجازر الصهيونية الدموية والتي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة، حيث أول من استجاب لنداء المرجعية العتبات المقدسة الحسينية والعباسية والمزارات وأيضا هيئة الحشد الشعبي والمواكب الحسينية، وأقامت حملات إغاثة واسعة لدعم الشعب اللبناني. لذلك اليوم خصصنا تغطية هذه الساعة لتسليط الضوء حول هذه الحملات لما لذلك من مسؤولية وطنية وإنسانية واجب نقلها ومساندتها. بعد الفاصل نكمل تغطيتنا. بعد بيان سماحة السيد السيستاني دام ظله الوارف بخصوص مساعدة الشعب اللبناني وتقديم المساعدات الإنسانية له من خلال هذه الحرب التي فرضت عليه، تشكلت لجنة وبتوجيه مباشر من سماحة المتولي الشرعي العتبة الحسينية المقدسة معنية بأقسام العتبة وعدد من مسؤولي أقسام العتبة وهيئة الصحة والتعليم الصحي لغرض المباشرة بنقل مساعدات ودعم لوجستي للشعب اللبناني الشقيق ومساعدته في هذه المحنة. هذه المساعدات تشكلت على شكل جزئين. الجزء الأول هي مساعدات طبية وإرسال مستلزمات وأدوية إلى الشعب اللبناني. الجزء الثاني سيكون مساعدات غذائية وفرش ووطانيات ومعلبات وما إلى يحتاجه هذا الشعب المضطهد. أهلا بكم من جديد. سوف نناقش عنوان التغطية اليوم، فزعة عراقية تلبية لنداء المرجعية، مع ضيوفي من الاستوديو مهند حسين معاون مدير إعلام هيئة الحشد الشعبي. أهلا بكم أستاذ مهند، والست أشواق البدري من منظمة العائلة والمجتمع للتنمية المستدامة. أهلا بكم. اليوم احنا جمعنا ما بين عناصر مهمة من الحشد الشعبي ومنظمات المجتمع المدني، وأيضا بالإضافة إلى ذلك تكلمت أنا في المقدمة العتبات هي أول ما أكيد لبت نداء المرجعية. أستاذ مهند، كيف تلقيتم بيان المرجعية اليوم لمساندة الشعب اللبناني؟ بالبداية نعزي أهلنا في لبنان بالشهداء اللي قدموهم نتيجة الضربات الصهيو أمريكية التي تعرضوا لها، ونسأل الله العلي القدير أن يشافي الجرحى. نعم. وأن يعني يتعدوا الأزمة إن شاء الله بأفضل يعني الطرق وأسهل الطرق إن شاء الله، وإن شاء الله في وقت قصير يتعدون الأزمة إن شاء الله. نعم. الهيئة قدر تعلق الأمر بها استجابت لتوجيهات وبيان المرجعية بأنها حولت هذا البيان إلى واقع عملي من خلال إرسال جميع المستلزمات الصحية والطبية والغذائية إلى أهلنا في لبنان من خلال يعني حملات التبرع الواسعة التي يعني قام بها الشعب العراقي في كل محافظات العراق. لذلك الهيئة استثمرت هذا يعني التبرع الكبير من قبل الشعب العراقي وأرسلت قوافل الدعم اللوجستي، ولحد الآن أكثر من 5 طائرات وصلت إلى لبنان من قبل الشعب العراقي، وهيئة الحشد الشعبي معنية بمتابعة هذا الأمر. الحمد لله اليوم بإشراف مباشر من قبل السيد رئيس هيئة الحشد الشعبي الحاج فالح الفياض مستمرة هذه الخدمة، مستمرة هذه يعني العمل على إيصال جميع المستلزمات لأهلنا في لبنان لحين انتهاء الأزمة. وإن شاء الله نحن يعني عازمون على هذا الدعم اللوجستي المستمر وقادرون على تحويل هذا التهديد إلى فرصة. اليوم هذه فرصة على توحيد جميع الجهود العراقية من خلال توجيهات المرجعية وحكمة الحكومة العراقية ومساعدتها للشعب اللبناني، وهذا أن دل على شيء يدل على القيمة الإنسانية العليا التي يتمتع بها الشعب العراقي. نعم. والتي من خلالها يقوم برسائل مهمة، أن العراق اليوم شعب حي، شعب قادر على أن يساعد وينقذ باقي الشعوب، وهذا ما شاهدنا حتى عندما تعرضت
يعني الأخوة السوريين عندما تعرضوا لأزمة كارثة الزلزال، وجدنا الشعب العراقي كان أول المبادرين للوصول لمساعدتهم وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، حتى أن هناك ما حصل في ليبيا عندما تعرضوا لكارثة إنسانية وجدنا الشعب العراقي أول من وصل. وهكذا يعني هي الرسائل العراقية، هي رسائل شعبية على جديد علينا هذا الواقع أصلاً. الآن الشعب العراقي أصبح ذو خبرة وذو دربة وذو دراية بمعاملة هكذا. استفاد من هذه الخبرات كهيئة حشد شعبي اللي هي لبت أكيد نداء المرجعية منذ عام لبداية طوفان الأقصى، أرسلتم أيضاً مساعدات إلى فلسطين، رح نفصل هذا الموضوع. انتقل إليك ست أشواق البدري، أنتم كمنظمات مجتمع مدني أكيد واجبكم هو الجانب الإنساني المهم، العائلة والمجتمع، هذا متفق عليه، لكن اليوم شرعية الموضوع مع فتوى السيد السيستاني اليوم يطلب منكم العمل الكثير، كيف تلقيتم بيان المرجعية؟ السلام عليكم. نعزي يعني أهلنا وإخواننا اللبنانيين يعني بشهدائنا اللي هم ولدنا وأهلنا، لأن إحنا كدولة العراق أصحاب غيرة وأصحاب نخوة ووقفة قبل أن نكون منظمات وغير منظمات أو حشد، وكل الدول اللي هي يعني أهلنا صيروا ناسنا، بحيث يعني الدول العربية كلها اللي تعاني من عنده والحروب اللي يعني تتعرض لها والهدفات الإسرائيلية تتعرض لها، إحنا بالنسبة لنا أول يعني كل بلد اللي يصير به حروب تسمعين أول اللي مشاركين الدعمهم لوجستيا ونفسيا معنويا وكل يعني كل وقفاتهم هو الشعب العراقي، لأن هو بالأصل يعني مذكورة إلا صاحب غيرة قبل لا يكون يعني مثل إحنا كنداء جانا من المرجعية، وهاي تلبينا إحنا النداء من المرجعية كمنظمات، بعد ما يعني إحنا كمنظمات بكل الأحوال كل دولة تسلط عليها الحروب او يعني المعاناه ونشوفها يعني بوضع يعني حصار وبالوضع اللي هي به، احنا كمنظمات نكون اول من نلبي دعوه المرجعيه ودعوه الدعم للدول اللي اخواننا هم واهلنا المسلمين اللي يتعرضون للهجمات الاسرائيليه. وهذا راح يصير يعني موضوع كبير على عاتقكم بما انه انتم مهتمين بالعائله العراقيه والايتام، عوائل الحشد، عوائل الشهداء بصوره عامه، واني يمكن ضيفتكم ست أشواق في المنظمه، منظمه من يعني منظمات اللي مرتبه جدا، واكيد هي يعني انتم مع تماس مع الشارع العراقي، لذلك يمكن زاد الحمل عليكم. زين، شنو تحتاجون حتى تلبون هذا النداء؟ بالنسبه ان احنا نقول ايد واحده ما تصفق، لان احنا مو بس يعني رغم احنا حملنا نقول اهلنا وناسنا دول يعني العوائل اللي انت يعني شفتيها وقابلتيها، بالنسبة لنا للدعم الدول البرة وللفتوى المرجعية يعني النداء مالتها، بالنسبة لنا احنا مو ايد وحدة حتى نقول لش والله بس أنا العاتق صار حمل ثقيل علي، اخوان اهل الحشد يشاركونا، اكو ناس يعني الطيبة، الناس اللي يعني الله موفقة وعدها امكانية، حتى من ضمن الدولة هي تساعدنا همات يعني من احنا اليوم يعني نريد نلجأ المساعدة عوائلنا احنا كداخل العراق هي لها مساندة، صحيح احنا منظمات غير ربحية ومنظمات يعني مستقلة وما عندها دعم، بس احنا مو نقول بكل الأحوال يعني هاي شهادة اريد اشهدها، مو كل شيء المنظمة معتمدة بس على روحها، لا المنظمة دا تجيها يعني مساعدات ودا يسندوها اخواننا اذا كان من الحشد، اخواننا من الدولة، الناس المتمكنة، العوائل الميسورة، حتى العوائل اللي فقيرة من نشوف هيك شيء قاعدة تدق بابنا لو تجيب لها كيل وطحين، لو تجيب لها فد ملابس، لو تجيب لها فد فراش، لأن قلت لك احنا بالأصل عندنا غيرة يعني إذا كانت هاي يعني الغيرة عندنا من الطفل يعني مزروعة به الحد الكبير، فمن احنا نشوفونا احنا كمنظمة من نوجه احنا نداء، احنا هم نوجه نداء للمنظمات وجميع الجهات حتى يكون تعاون تعاون وجميع الجهات وحتى على الإعلام نبدي ننزل وبالتواصل بأن احنا يابا نريد يعني مثل المعونة ونريد المساعدات، فمو كله يعني نجيبه بس من المنظمة. أفصل موضوع المساعدات حتى يكون المشاهد إلى دراية بما يحتاج اليوم الشعب اللبناني. أستاذ مهند، أنتم عندكم خبرة بهذا الموضوع على اعتبار أنه صار سنة كاملة على طوفان الأقصى، أنتم مستمرة المساعدات للشعب الفلسطيني، نقل الجرحى وغيرها من الأمور يمكن ما خفية كان أعظم، إحنا ما نعرف أمور إعلامنا مغيب عنها للأسف، لذلك أفضل أنه نتكلم بخبرتكم بالدعم اللوجستي والإنساني للعمليات وأيضا للبنان. بصراحة مثل ما تفضلتي من الأشياء التي يجب أن تذكر أنه
رغم مرور أكثر من سنة ونص على الكارثة الإنسانية اللي مروا بها أهلنا في سوريا، لحد الآن وجود أبناء الحج الشعبي في دعم الأهالي في تلك المناطق مستمر. لذلك نحن نتحدث عن دعم أهلنا في غزة ودعم أهلنا في لبنان، هو إن شاء الله مستمر، وهذا واقعا يمثل يعني قيمة حقيقية. نحن اليوم نتحدث عن هيئة الحج الشعبي اللي بأمر السيد القائد العام للقوات المسلحة أنه تمثل العراق في الأزمات الخارجية. نعم. فالآن الهيئة تمثل يعني الجانب الإيجابي للشعب العراقي. صحيح. ويبقى الشعب العراقي هو الأصل في هذا الدعم، ويبقى الشعب العراقي الآن يشار له بالبنان. اليوم العالم كله ينظر إلى العراق في مواقفه، سواء كانت المواقف السياسية، المواقف الشعبية، المواقف التي رآها العالم في زيارة 40 الإمام الحسين. أهل الكرام، لا يوجد هذا المسمى ليطلق على الشعب العراقي والمواكب. أصحاب السيد السيستاني الله يحفظه من وجه رسالة إلى المواكب الحسينية لدراية الكاملة باستيعاب 22 مليون بالقليل كل سنة في زيارة الأربعينية، ما يستوعب 2 مليون لبناني، يعني هاي أهم إشارة عظيمة من السيد. إذن هو اطمئنان قلبي، اطمئنان روحي أنه أبناء العراق قادرون على التعدي وتخطي الأزمات، والحمد لله اليوم حتى وجودنا في المحيط الإقليمي، اليوم العراق أصبح لاعب وفاعل مهم بالجانب الإقليمي. اليوم العالم ينظر إلى العراق بأنه الدولة المتميزة في جميع المستويات، على المستوى الاقتصادي، على المستوى السياسي، على المستوى الأمني، على المستوى نتحدث حتى على اليوم كلمة السيد رئيس الوزراء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجدناها هي من أفضل الكلمات التي لامست مشاعر وقلوب ليس العراقيين فقط، إذن العراق اليوم يمثل رأس النفيضة في وجوده لمواجهة دول الاستكبار العالمي. نعم أستاذ مهند، هسه ننتقل إلى السيد علي يحيى، محلل سياسي من بيروت. أهلا بك أستاذ علي في تغطيتنا لهذا اليوم، نتكلم عن فزع عراقية تلبية لنداء المرجعية العليا في النجف الأشرف. كيف حال بيروت؟ أنت اليوم في بيروت، صفنا له الوضع الإنساني في بيروت وأيضا استقبالكم للنازحين. قبل ما أقل بيروت وكيف أحواله لبيروت وكيف الجنوب وكيف لبقاء وكيف المقاومة والشهداء والجرحى وقيم التضحية والفداء والبعد الأخلاقي لجبهة الإسناد اللبنانية وتوسع الاشتباك، خليني أول شيء أوجه تحياتي لبغداد وللعراق، العراق المدد والسند، الأخ الذي كان أول من تدخل لإرسال الدعم الإغاثي، الدعم الديني، الدعم العسكري، الدعم الإعلامي والمعنوي. العراق اليوم بما يمثل من عمق حضاري ومن قوة تحولت من قوة محلية تحاول الدفاع عن وجودها إلى قوة إقليمية بدأت تعمل وتجهد للحفاظ على أمن الإقليم وتوحد الإقليم وإغاثة الإقليم. شفنا أن العراق أول من تدخل في لإغاثة حلب بعد الكارثة التي ألمت فيها بعد الزلزال، والعراق أيضا كان أول من تدخل إضافة إلى الجزائر وأيضا إيران لإرسال الوقود لإضاءة المنازل اللبنانية، وهو اليوم أيضا كان أول من تدخل وبقوة قل نذيرها لإغاثة اللبنانيين بكل مستلزمات الصمود. نعم طيب، سألتك عن تصف للحال في بيروت واستقبالكم للنازحين من الجنوب. يعني اليوم يعني عندنا في موجة تفاعل وتعاضد وتلاحم لبنان، اليوم تجاوز اللبنانيون الانقسامات السياسية التي يمكن طبعت خلافاتهم خلال الفترة الماضية،
الدماء وحدت اللبنانيين، المشهد الإنساني وحد اللبنانيين، واليوم عم نشوف مش فقط اللبنانيين يساهمون باستقبال القادمين من الجنوب والبقاع، عم نشوف أهل المخيمات أهل المخيمات الفلسطينية عم بيطلعوا عم بيعطوا النازحين الجنوبيين عم بيعطون بيوتهم، عم نشوف أيضا مواطنين من مناطق أخرى ومن انتماءات أخرى، من جبل لبنان، من البقاع، من الجبل، من الشمال، من طرابلس، من طريق جديدة، عم يفتحوا بيوتهم، عم يتبرعوا بالدم، عم بيقدموا ما أمكن من يعني مستلزمات الصمود. وبالتالي لا شك هذا المشهد الإنساني بكبر القلب وبيعطينا الأمل، وهيدا المشهد أيضا هو بشكل دعم معنوي إضافة إلى الدعم الذي تقوده وتشكله المقاومة اللبنانية في جنوب لبنان. طيب أستاذ علي، أنت قريب على النازحين وعلى اللبنانيين، وأنت يقولون أهل مكة أدرى بشعابه، اليوم شنو يحتاج النازح حتى إحنا اليوم مستعدين لتلبية وهذه الفزعة مستمرة، حتى نوصل الفكرة بماذا يحتاج النازح اليوم من مساعدات أو دعم إنساني معين صف الاحتياجات اللبنانية؟ يعني بداية لا شك أنه نحن رايحين على معركة طويلة، نحن ما عم نحكي عن 3 أيام أو أسبوع أو أسبوعين، نحن فايتين على معركة حدها الأقصر 6 إلى 7 أشهر وقد تمتد لسنوات بحال تدحرجت الأمور. بالتالي نحن ذاهبون إلى حرب استنزاف طويلة، وهيدي الحرب حيكون فيها تضحيات ودم، وحيكون فيها أيضا حاجة لكل مقومات الصمود. يعني في ناس حيفقدوا أشغالهم، حيكونوا بحاجة لمساعدات عينية مالية، حيكون في حاجة لسلات غذائية يومية، حيكون في حاجة أيضا لمستلزمات طبية لأنه حيكون في عنا عدد جرحى وضحايا بشكل كبير، حيكون في حاجة لدعم نفسي ومعنوي، حيكون عنا حاجة أيضا لكل مقومات الصمود. يعني عم تحكي اللي عنده، اللي قادر يبعث فرشة، اللي قادر يبعث كتب، يمكن اللي قادر يبعث أي شيء ممكن يساعد باستكمال وتحويل الحياة إلى حياة طبيعية هو مطلوب. طبعا هيدا بيتم بالتنسيق مع الجهات المعنية بلبنان يلي هي عم تقدر الحاجات المطلوبة للصمود حتى يكون التنظيم أكثر فاعلية من التبرع العشوائي. نعم، سنعود لك أستاذ علي. 6 أشواق سمعت أستاذ علي يقول محتاجين مساعدات مالية، سلات غذائية، مستلزمات طبية، دعم نفسي ومعنوي، تحويل الحياة إلى شبه طبيعية كما حدث في فتوى المرجعية ولبينا النداء في القضاء على داعش واستمرت لعدة سنوات هذا الموضوع. كيف أنتم عندكم خبرة بهذا الموضوع؟ أكيد أنتم أيضا لبيتوا نداء المرجعية سابقا قبل سنوات. أكيد. فما تفضل به الأستاذ علي، هل هو موجود في المنظمات ممكن توفره؟ أكيد موجود، لأن موجود مو بس بالمنظمات، مو قلتش إحنا بالنسبة إن كعدة منظمات هم نتوحد. نعم. إحنا من يعني نشوف هيك وضعية. نعم. من يصير يعني حرب، شلون داعش من يعني من صار وهاي توحدنا، حتى الكوادر الطبية صح بدأت تتوحدت ويانا، فهي شيء إذن تعاون وزاري، تعاون وزاري. نعم. ومجهات الدولة هماتين يعني نتعاون ويا يعني المنظمات. نعم. تتعاون وياها بحيث هي اللي عندنا احنا نتبرع به، ومن اللي الجهات الدولة اللي قاعدة تدعمنا به فنبدي عادي انا الترتيب والتنسيق ويا الجهات ويا الوزارات. صح. نكمل يعني احتياجاتهم هم اللي يتعرضون للحرب، وبالاخص النساء والاطفال يعني. نعم. لان النساء والاطفال اكثر شيء هم اللي يحتاجون للدعم، اذا كانت مثل الحليب، الحفاضات، الملابس، من الماكل المشرب، او مو احنا بنقول الماكل يعني اذا نعطيهم ماكل راح نعطيهم الا الماكل اللي فد مره انت قاعد ببيتك وثري وهاي، لا اكو ماكل يعني بحيث أساسي. يقدر اساسي الطحين والرز وغيرها يعني. احسنتي يعني يقدر يستغني مثل فد يومين هيك يقدر يعني يتحمل الحروب العاليه والضغوطات اللي عليه والجوع
العالية يقدر مثل إحنا نقول نسده بالماء والخبز يعني مثل أو مثل أشياء يعني بسيطة بالمأكل يعني جاهزة نقدر يسدوها مثل يوم يومين. وما عادة تعرفين النساء يعني من تتعرض للحروب لا عندها ملابس لا يعني وأستر شيء العباية الملابس اللي عليهم إيه أستر شيء العباء لها يعني إحنا نقول كدرجة أولى وبعدين الملبس النسائي يعني اللي لها وبالأخص بهيك ظروف وهيك وضعية وهذا ما يدوم شهر وشهرين يعني المفروض دعمنا يصير مستمر. أستاذ مهند أستاذ علي قال ممكن يدوم 7 أشهر سنوات بنعرف زين هذه الإدامة إحنا قلنا صاحبين تجربة مع الموصل أهلنا وإخواننا وانتقلوا البعض وما رجعوا للموصل حبوا الحياة في محافظاتنا يمكن وفرنا لهم كل شيء والحشد كان له دور عظيم بهذا الموضوع. اليوم إحنا أمام عمل مستمر مستمر يعني برأيك شلون راح نمهد لهذا الموضوع ونستعد له؟ شو ست نور أي عمل يحتاج لأنه وضع خطط وتحديد أهداف وبنفس الوقت العمل على استراتيجية كان تكون قصيرة مدى متوسطة المدى أو بعيدة المدى. صح. الحشد اليوم يعني وضع لجنة مركزية بقيادة القائد الحاج أبو فدك المحمداوي يترأس هاي اللجنة المتخصصة في عملية أزمة أهلنا في لبنان وهذه اللجنة عملت على أن توضع جميع الخطط وما متوقع من أحداث قادمة قد تكون أسوأ. هاي الخطة التي وضعت والتي سيعمل عليها السيد القائد الحاج ما فهو الخطة منها الخطة من ضمن استراتيجيتها هي وضع دعم لوجستي قد يطول لأيام وأشهر. الهدف من هذه الخطة على توفير جميع المستلزمات الصحية الطبية الغذائية وكل ما يحتاجه أهلنا في لبنان ومثل ما تحدثت سابقا نحن أصحاب تجربة سابقة في هذا العمل الميداني. اليوم حتى على مستوى الجانب الخدمي وجدنا أبناء الحشد الشعبي قادرين على أن يستثمروا جميع الأمور وتحويلها إلى نجاح وإن شاء الله مثل ما نجحنا في القضاء على داعش عسكريا واستطعنا أن نوفر الخدمات في أربعينية الإمام الحسين وتوفير الأمن قادرين على أن نوفر إن شاء الله جميع المستلزمات وجميع ما يحتاجه أهلنا في لبنان وهذا نابع من ما يقدمه الشعب العراقي من عطاء ما يقدمه الشعب العراقي من حالة يعني يرسل بها رسائل مهمة أنه الشعب العراقي هو شعب معطاء وهذا الشعب قادر على أنه يغير الكثير من المعادلات. ومثل ما سمعتي الأستاذ علي واضح بكلامه يعني تحدث على العراق اليوم فاعل إقليمي وهو قادر على أن يغير جميع المعادلات وهذا مو الفراغ هذا الناتج مما وضعه العراقيون في من انطباع واضح في أذهان الآخرين. داعش هذا الذي كان هو تهديد حولنا هذا التهديد إلى فرصة لتوحيد جميع الجهود وتوحيد جميع الشعب العراقي. العراق ما بعد 2014 هو أقوى وأفضل وأكثر فاعلية ما قبل 2014. اليوم العراق قادر على تغيير معادلات اليوم العراق قادر على توفير ما يحتاجه أهلنا في لبنان وإن شاء الله نحن بهذا التعاون وهذا التعاضد وهذا التلاحم قادرين عن أن ننقذ ما يمكن إنقاذه وما يحدث في لبنان يؤثر فينا ونحن اليوم بهذا التأثير يجعل من عندنا مسؤولية وطنية وشرعية ومسؤولية حقيقية لمواجهة هكذا عدو مثل كيان صهيوني الذي يحاول التغلغل ويحاول وطموحه واضح أنه يحاول أن يعبر الحدود يحاول أن يعبر إلى سوريا يحاول أن يعبر إلى فاشلة وبائسة واليوم الإخوان بالفعل وجود منعوهم وجود العراق في في هذه المنطقة هو وجود مهم ومؤثر والعراق قادر أن يوقف جميع المخططات التي تحاول الاستيطان والسيطرة والانتقال إلى المناطق الأخرى. خلينا ننتقل نشوف تصريح ممثل المرجعية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلاوي. استجابة لدعوة المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف بتأمين الاحتياجات الإنسانية للشعب اللبناني المنكوب والذي يتعرض لهجوم وحشي فقد تشكلت لجنة عليا للإغاثة في العتبة الحسينية المقدسة مؤلفة من رئيس هيئة الصحة والتعليم الطبي ومسؤولين في العلاقات العامة ومسؤولين في المخازن ومسؤولين آخرين
للبدء بحملة الإغاثة الطبية والإنسانية للشعب اللبناني المنكوب في هذه المحنة الصعبة. وهناك قوافل ستتوجه عبر البر وكذلك عبر الطائرات النقل العسكري لإيصال هذه المساعدات الطبية وكذلك تأمين الاحتياجات الغذائية واحتياجات الإيواء، والتي ستقدم عبر مجموعة من الشاحنات لتصل إلى المناطق المقصودة في لبنان. وكذلك أعلننا استعداد العتبة الحسينية المقدسة لاستضافة العوائل من الشعب اللبناني المنكوبين والذين يتعرضون إلى هذا الهجوم من المناطق المنكوبة، وتوفير جميع مستلزمات الإيواء والضيافة والسكن والإطعام على الوجه الذي يليق بهذا الشعب الصابر والصامد. وأسأل الله تعالى أن يعجل بالفرج والنصر للشعب اللبناني المنكوب وللشعب الفلسطيني. تنويه للأخوة اللبنانيين، هناك باصات نقل VIP مجانية من لبنان إلى العراق مع سكن مجاني في مدن الزائرين التابعة للعتبات المقدسة في كربلاء المقدسة والنجف الأشرف، كذلك موجود المستلزمات اللوجستية من الطعام وغيره، وأيضا نشرت رقمين، رقم لبناني ورقم عراقي. أستاذ علي، اليوم الاستعداد هذا الكبير من قبل المرجعية والعتبات المقدسة بنقل الإخوان من الحدود، ماذا يحتاج الشعب اللبناني لتسهيل الانتقال من وإلى العراق وغيرها، والبعض ينتقل إلى سوريا ممكن؟ يعني بطبيعة الحال يعني من المتوقع أن يصل عدد النازحين إلى مئات الآلاف، وأغلب هدول أو جزء كبير من هدول حيفقد شغله، يمكن أول شهر شهرين ثلاثة حيكون قادر يدبر حاله، لكن من بعدها حيكون بحاجة للمساعدة. بعض اللبنانيين أو جزء كبير من اللبنانيين يمكن أن يستكملوا حياتهم الطبيعية عبر حوالات بتيجي عادة من أقرباء لهم بدول الاغتراب، لأنه جزء كبير من الاقتصاد اللبناني يعتمد على الحوالات التي تأتي من لبناني الاغتراب، والتي تتراوح بين 7 مليار دولار سنويا، هذا الرقم المعلن، لكن الرقم أعلى لأنه معظم التحويلات إلى لبنان لا تمر عبر الأطر القانونية أو لا تسجل. يعني فينا نقول أنه الحرب الطويلة الأمد حيكون لها تبعات، منها تبعات إنسانية مثل ما فضلت، ومنها تبعات أخرى. ولا شك من خلال خبرة الحشد الإغاثية بعد المعارك ضد داعش، وخبرته أيضا الإغاثية بعد الزلزال الذي ضرب بلاد الشام، أنا تبعت جزء من شغلهم باللاذقية وبحلب وبغيرها من المناطق، اكتسب الخبرة الكبيرة. وناهيكم طبعا عن الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها المرجعية والمؤسسات التي تتبع للمرجعية، والتي أثبتت خلال السنوات الماضية عن قدرة كبيرة. أنا تفاجأت فيها لما اطلعت على بعض تفاصيل يعني المشاريع التي تقيمها المرجعية بين هلالين. هي مشاريع عادة ما تقيمها الدول، مؤسسات خدماتية، مؤسسات ومصانع ومعامل وغيرها، وطبعا هذه المؤسسات الناجحة تستطيع من خلال استثمارها لمساعدة وإغاثة اللبنانيين وأيضا المقيمين في لبنان، لأنه مش فقط اللبنانيين هن من بحاجة للمساعدة، إنما أيضا يمكن جزء كبير من النازحين السوريين الذين هم أهلنا وعايشين بيناتنا بجنوب وبالضاحية وبالبقاع، حيكونوا كمان بحاجة لمساعدة. وبطبيعة الحال يعني أنا ما بقدر أقدر شو هي الحاجات المطلوب، طبعا هذا يمكن ان يكون عبر الاطر الرسميه. يعني انا بدوري عم اقوم ببعض الجهد عبر جمعيه عامل معها، وطبعا عم نحاول نامن مستلزمات مستعجله مثل الفرش وسلات غذائيه، ويمكن بحاجه لاموال او بحاجه ل
آليات نقل من الجنوب على بيروت أو من البقاع على بيروت، أو عم نحاول نعم نأمن، والبعض عم نحاول نأمن له بيت لأنه جزء كبير لحد صح. هلأ ما لقي بيت لحتى يقعد فيه. حتى ما عنده إنه يسكن في إيجار، يعني بعضهم ما عندهم مال حتى يسكنون في إيجار. صحيح، هلا يعني جزء عم نحاول نأمن لهم بيوت بالايجار، جزء منهم خلينا نقول اخذ بيوت، امنوا بيوت مجانيه، وجزء منهم قعدوا بمدارس ايواء فتحتها الحكومه اللبنانيه، بمدارس تابعه للدوله او بجامعات تابعه للدوله. اكو في بيروت معهدين استاذ علي، معهدين لاستقبال النازحين، وايضا انا تابعت الموضوع في ايضا ماكل ومشرب وتقديم يمكن منظمات مجتمع مدني يعني لبت هذا الموضوع وفرت الطعام. طيب استاذ مهند قبل شويه ذكر بان وصول 5 طائرات من هيئه الحشد الشعبي الى لبنان، هل يعني هذا الموضوع وصل للعوائل؟ بعد ما وصلت الطائرات احنا ادينا اللي علينا، شلون راح يتوزع هذه المساعدات الى النازحين؟ يعني لا شك انه ما يقوم به الحشد هو يعني كمان لا يمكن للكلمه ان تعطي حقه، حتى رئيس الحكومه اللبناني نجيب ميقاتي شكر العراق لانه كان اول من ارسل طائرات الاغاثه الى لبنان، وايضا المرجعيه الدينيه اكملت هذا الدور، بالتالي الدعم يلي عم يجي من العراق هو دعم رسمي، دعم من المرجعيه ودعم شعبي بعد اللهفة التي أبداها العراقيون من شمال العراق إلى جنوبه من الفاو إلى البصرة في لدعم اللبنانيين. هذه المساعدات عم يتم توزيعها عبر الأطر الرسمية، عبر غرفة العمليات المشتركة اللي عم تشارك فيها عدة جهات بلبنان، وعم تتوزع على وجه السرعة. لحد هلأ ما عم يكون في يعني لخبطة بهذا الموضوع، ويمكن القول أن الأمور بدأت تترتب، ويمكن القول أيضا أن حزب الله أو المقاومة اللبنانية تحاول التخفيف من حدة ردودها حتى اليوم، واعتماد التصاعد التدريجي لأسباب إنسانية، ريثما يتمكن النازحون من إيجاد مساكن إيواء في مناطق بديلة حتى تلجأ المقاومة إلى التصاعد التدريجي والرد بما يتلائم مع المجازر الإسرائيلية. نعم، سنعود لك أستاذ علي يحيى من بيروت، خلينا نشاهد هذا الفيديو ضيوفنا ونرجع. على هذه الفزعة العراقية اللي بدت من أحداث سوريا إلى الآن بأحداث لبنان. دعوة السيد الإمام السيد السيستاني لإخواننا لبنان وفلسطين واليمن، نبديهم برواحنا. طبعا هذا كان حل بديع، لأن احنا كلنا كنا حايرين شلون نلبي نداء السيد السيستاني الله يحفظه ويطول بعمره. احنا هم وقفنا ولزمنا ولدنا ولزموا بوقت داعش، هم هسه ملازمين الحدود، فلازم احنا كنا نتكاتف. احنا ممتنين اللي علمنا واللي شجعنا هذا الموضوع، والفزعة العراقية مو جديدة من عندنا، وهم همينة مو جديد احنا علاقتنا بيهم. وطبعا كنا اكيد يعني من مؤيدي سيد حسن نصر الله والسيد السيستاني، ممنونين له على بيانه ونثمن جهوده وجهود كل من يسعى لهالموضوع. ست اشواق، احنا يمكن حاربنا على داعش حتى كليجه ودينا كل شيء كل شيء، هسه شي يردون تبوله شي يعني برأيك. حتى اللي في بيوتنا الاكل اللي احنا نسويه قلنا ناخذ نروح نوديه، احنا هسه الاكلات اللبنانيه لازم نتعلمها سويه ونبعثها لهم، هذا واجب، اقل واجب نقدمه. ست اشواق، احنا استقبلنا المراه السوريه وصارت بيناتنا، صارت اعلاميه، صارت دكتوره، صارت طالبه، مزاوع عملها مستمر هنا، وبعض من اطفالنا اي، ويعني صار تزاوج وصار صار الموضوع كلش طبيعي. اليوم شلون نستقبل المراه اللبنانيه برايك؟ اكيد احنا راح نستقبلها مثل ما استقبلنا المراه السوريه كاخت من عندنا ومن عندنا وبينا، وما نحسسهم اصلا هم يعني مو غراب لان هم اهلنا، واحنا لا تنسين من وقعنا بظروفها ماتين بعد السقوط، وهاي سوريا هم ماتين احتضنتنا وصرنا اهل وياها، والدول الباقيه هم احتضنتنا، وتقريبا لو تجين هسه العراقيين اكثر الدول يعني بالخارج هي عراقيين، فيعني احنا ان شاء الله ماكو فرق بيننا وبين لبنان ولا بيننا وبين سوريا ولا بين احنا هسه بي. واستاذ مهند يعرف
انه احنا باستقرار امني الحمد لله. ومثل ما تفضلتي انه اللي في الخارج جاي يرجع للعراق. اي يحب الحياه في العراق، الحياه مستمره ان شاء الله بجهود وتكاتف مع بعضنا، تفضل. ان شاء الله. فشي طبيعي احنا من راح نستقبلها كاخت يعني من عندنا ووحده من بيتنا. صحيح. فالبيوت العراقيه يعني ما شاء الله احنا حتى بالزياره بيوتنا كلها مفتحه يعني الكل الزوار من يجونا بالاربعين يوم. فايش عجبه اذا كانت بهاي الظروف فراح نستقبلهم اكثر بعد ما نستقبل الزوار، لان يقولوا لك مثل الزياره وجايين نفسيتهم مرتاحه والوضع غير وضع. بس تقولك نفسيتهم تعبانه فد مره يعني ما راح ندعمهم نقول بس بالاكل والشرب وبس المسكن راح نفتح لنا، لا معنويا نشجعهم نعطيهم الامان الطمانينه بحيث ماكو بان اكو شيء يعني لهنا وانتهى، لا نعطيهم امل تمديهم بعد يعني النجاح بعد والامان بعد والعمر بعد، وان شاء الله بلدهم هماتين ترجع للامان. ماكو شيء يبقى مثل ما هو، احنا هماتين دخلنا حروب والحمد لله والشكر يعني بجهود اخواننا اهل الحشد واخواننا الشهداء اللي انطيناها وشبابنا وولدنا واهلنا وناسنا واللي هماتين احنا هم الدول ساعدتنا هماتين بتحرير العراق من عده حروب، فكليتنا ايد وحده فنتكاتف بهيك شيء. فاحنا كمنظمات اني اوك يعني اختصاصي هماتين المراه وهاي نحاول من يعني من يعني بمرور الايام من يجون وراح نقول اللي العوائل اللي راح تدخل العراق ونقدر نساندها وشويه يعني نفسيتها تتغير وهاي نحاول بقدر الامكان يعني ما نحسسهم احنا بس قاعدين ندعمهم ونساعدهم، لا صح نفتح لهم فرص بحيث هاي الفرص نشجعهم عليها. يعني هسه انتم باجتماعات يعني اني يمكن قبل اللايف اتصلت ست اشواق استاذ مهند قالت احنا باجتماعات على هذا الموضوع وان شاء الله توصلون اللي اليوم استفادت اكيد من الاخ استاذ علي من لبنان واستاذ مهند بانه اهم النقاط المهمه اللي راح تسيرون عليها بالايام القادمه اكيد، والتنسيق صراحه صح. اللي اكثر شيء بيننا وبين المؤسسات بين الحشد وبين الوزارات وبين رئيس الوزراء لان هذا هم ما يساعدنا، احنا مو منظمه مجرد وحدنا نقدر ندعم صح. مثل دوله خارجيه ونقدر نطب لها ونقدر نعطي مساعدات او نقدر نجيب اهلها، شيء طبيعي بالتنسيق بيننا وبين الدولة وبين أكيد. المؤسسات نقدر ننجح ونعبر إن شاء الله. طيب يمكن يتساءل البعض إنه إحنا ببغداد وشون نوصل للإغاثة، أكيد المجلس الأعلى الإسلامي دعا بحملة أبشر في هذه الحملة لاستقبال كل مساعداتكم في مقرنا وأكيد التفاصيل أكثر ودخلون على موقع الخاص بالمجلس الأعلى الإسلامي العراقي على الفيسبوك راح تشوفون الحملة وأيضا مؤسسة الباقر الخيرية مستعدة في كثير أيضا من النداءات، أيضا المواكب هنا في الكرادة بما أنه إحنا بمنطقة الكرادة أيضا هو الموكب اللي هو شباب المخيم شباب الحسيني، هذه أقرب ما يكون يمكن والأضمن، وأيضا مؤسسات كلش هواية فتحت أبوابها اليوم لاستقبالكم المواطنين وأيضا للمساعدة وبعض على الماستر تقدرون تدزون، وهذه يمكن إحنا نبحث على أستاذ مهند على الأمور اللي مهمة وأكيد اللي هي توصل يعني اليوم يريد يثق المواطن بإيصال هذا الموضوع. أنتوا وين فتحتوا الأماكن اللي ممكن يتبرع بها المواطن؟ مثل ما تفضلتي أنه الجانب الأهم هو عامل الثقة اللي يتحقق ما بين المتبرع والمستلم لهذه التبرعات. الحمد لله اليوم يعني نجد أن الحكومة يعني كانت هي أول متبرعين بصراحة يعني الحكومة العراقية، وهذا يحسب الحكومة أنه دعمها المباشر لإغاثة أهلنا في لبنان، وهذا حتى ما حدث في سوريا كذلك كانت الحكومة العراقية فعلا هي أول متبرعين. هذا الانعكاس ما بين وجود حكومة رشيدة مع مرجعية دينية عليا مهتمة بشؤون المواطنين محليا وأقليميا، وما بين التفاعل الذي يحدث في مؤسسات يعني الدولة العراقية، هذا التفاعل هذا التجاذب الإيجابي ولد قيمة حقيقية لدى المواطن العراقي أن نحن جاهزون للتبرع، وفي الوقت الذي يفتح فيه يعني مراكز التبرع تجد العراقيين أول الواقفين طوابير حتى على مستوى واقع عن الدم قد نحتاج الدم مستقبلا، لذلك هذا التفاعل هذا الذي يحدث في العراق هي ظاهرة إيجابية مهمة تدل على قيمة الإنسان العراقي. نعم في الحشد الشعبي هنالك أكثر
من يعني 15 محافظة، في كل محافظة أكثر من 4 مراكز فتحت أبوابها لاستقبال جميع التبرعات. ومثل ما تفضلت يعني الست مشكورة أنه حتى هذا الإنسان العراقي الفقير قد يتبرع بكيلو طحين، نعم، بكيلو شكر، الهدف المشاركة. إذن نعم، هو هذا العنوان الحقيقي وهذا الهدف الحقيقي، صح، أنه نحن نتشارك هموم أهلنا في لبنان وأهلنا في غزة وأهلنا في سوريا. هذا التشارك في الهموم يولد حالة إنسانية إيجابية على أنه نحن الشعوب الإسلامية يعني التي تدعم يعني الرسالة المحمدية هي نابعة من قيمة حقيقية للجذور التاريخية اللي يعني ينتج من هذا الشعب العراقي. اليوم الشعب العراقي يعني أصحاب حضارة، أصحاب فكر، أصحاب عقيدة حقيقية، قارعت مختلف الأنظمة الظالمة، قارعت مختلف الأفكار التكفيرية، وذهبت كل تلك الأفكار وظل المواطن العراقي اليوم يشار له بالبنان. اليوم نحن نفخر يعني كعراقيين بأننا عراقيين يشار لنا بالبنان، صح. نحن نفخر وجودنا في العراق هو وجود مهم ومؤثر إقليمياً وعالمياً. اليوم نفخر لدينا حكومة مهمة استطاعت أن تغير معادلات إقليمية. نحن نفخر لدينا مرجعية دينية مهمة جداً وعلى رأس السيد السيستاني دام الله ظله الوارث. اليوم هذا التقارب، هذا التوحد، هذا التلاحم ما بين الشعب العراقي يعتبر ثورة حقيقية لإحقاق الحق في جميع الدول الإسلامية. أستاذ علي يحيى، ما زلت معنا من بيروت، حابة أسمع منك رسالة لكل الملبيين اليوم لنداء المرجعية لإغاثتكم في لبنان. ماذا توجه من رسالة وماذا تحتاجون باختصار حتى يكون الكلام مباشر لهم؟ يعني بال2006 كان في عدوان على لبنان وخرج منه لبنان وخرجت منه المقاومة اللبنانية ظافرة. طبعا بهداك الوقت كان العراق في ظل الاحتلال وفي ظل الاحتراب والأزمة التي كان يعيش فيها، لم يكن قادر على القيام بدوره. هلأ بال2024 لما شفت ولمست هيدا الدعم الهائل الذي تجاوز التوقعات وتجاوز الحاجة، أنا حسيت بالفرق. يعني حسيت بالفرق أنه أنا عندي سند هو العراق، أنا مش هكلان هم الجريح لأنه عنده العراق، مش هكلان هم الجوع لأنه عنده العراق، مش هكلان هم الضعف لأنه عنده العراق، مش هكلان هم المعنويات لأنه عندي معنويات هائلة تأتيني من العراق. يعني طبعا إضافة للدول اللي وقفت مع لبنان بال2006، لكن دخول العراق بال2024 شكل قيمة إضافية. يعني أنا ما شفت فقط الأطنان أو عشرات الأطنان من المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية، أنا شفت أنه أسواق العمل العراقية فتحت أيضاً للبنانيين، شفت الحكومة العراقية والفاعلين المجتمعيين في العراق تقبلوا عدد كبير من الجرحى، طبعاً إضافة إلى الجرحى الذين أطفئت عيونهم والذين ذهبوا إلى إيران، لأنه بإيران هي ثاني أو ثالث أهم دولة بعلاج هيدي الحالات بطب العيون. وشفت أيضاً العراق مدد الإقامات للبنانيين المخالفين بالعراق، شفت أيضا العراق فتح الأبواب للي بده يجي من لبنان ويأمن مكان ينام فيه، لأنه حاليا يمكن المقاتل يلي بالجبهة بيطمن لما يكونوا أهله بمكان آمن، لأنه نحن مقبلون على حرب سنوات طويلة وكل أنواع المساعدات مطلوبة. وشكرا من القلب، من قلب كل لبناني للعراق ولكل حدا عم بيقدم مساعدة، حتى لو هيدي المساعدة كانت كيسة طحين مثل ما تفضل سيد مهند. يعني التفاعل اللي عم نشوفه من العراقيين شيء بيكبر القلب.
أكيد هذا أقل واجب. ست أشواق، بس ملاحظة مهمة، الأخوات قبل شوية اللي شفناهم بالاستطلاع هم كانوا لمسرحية فاطمة عليها السلام، استغلال أكيد المواقف الثقافية وجامعات موجودة نقدر نستغلها أيضا، نخلي فزع عراقية ضمن الأمور، وهذا واجبنا جميعا. أنا وصلت للختام للأسف، خلصت التغطية. حابة أشكركم أستاذ مهند حسين معاون مدير إعلام هيئة الحشد الشعبي، شكرا جزيلا، وست أشواق البدري منظمة العالم والمجتمع للتنمية المستدامة، وأيضا أستاذ علي يحيى من محل السياسي بيروت، كان الله في عونكم وإن شاء الله نصر حليفكم وقطعا سننتصر. شكرا جزيلا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.